4 نوفمبر 2020 ميلاد، وعندنا التاريخ الموافق 18 ربيع الاول. لاحظ عندنا التاريخ ما يسمى بالتاريخ الميلادي، تاريخ ميلادي، تاريخ الهجري. جمع يديك وتبع معايا، تاريخ ميلادي، تاريخ الهجري. جمع يديك وتبع. تاريخ الميلادي لاحظ سميناه، شكون يقول لي لماذا سميناه تاريخ ميلادي؟ جيد، بارك الله فيك، اجلس. لكن التاريخ الميلادي ما عندوش علاقه مع النبي صلى الله عليه وسلم. التاريخ الهجري، الهجري هو الذي عنده علاقه مع هجره الرسول. تاريخ الاصبح تاريخ الميلادي، لماذا سمينا تاريخ ميلادي؟ سمينا تاريخ الميلادي يوم ولاده سيدنا ابراهيم. من سيدنا ابراهيم؟ عبد الرحمن. سيدنا ابراهيم. شكرا. نعم. مولد النبي عيسى عليه السلام. لاحظ التاريخ الميلادي، الاشهر الميلاديه اللي نعرفها جانفي فيفري مارس ابريل مايو، هذا تاريخ ميلادي، ميلاد عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام بزاف عنده بزاف قرون بزاف، لذلك احنا نلاحظوا 2020. اما التاريخ الهجري اللي هو 1442، كي نشوفوا التاريخ الميلادي اكثر من الهجري، هذا 2000 وهذا 1000. علاه؟ لانه عيسى عليه السلام لما ولد عيسى عليه السلام بدا التاريخ الميلادي، وعيسى عليه السلام اقدم من النبي صلى الله عليه وسلم. تاريخ الميلادي نسبه الى ميلاد عيسى عليه السلام، راني نعاود نسقسيكم عليها. التاريخ الميلادي نسبه الى ميلاد النبي عيسى عليه السلام. اما التاريخ الهجري نسبه الى هجره الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه الى المدينه بدأ التاريخ الهجري. فهمنا؟ ورانا في ربيع الأول. احتفلنا مؤخرا منذ أيام بالمولد النبوي الشريف. المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول. فهمنا؟ صح. تاريخ الميلاد، ميلاد عيسى عليه السلام، تاريخ الهجري، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قبل الميلاد. نعم، كاين، حنا لما ولد عيسى عليه السلام. ولد عيسى عليه السلام، كي زاد عيسى عليه السلام بدا التاريخ الميلادي، صح. كاين اشياء حدثت قبل عيسى. هذوك الاشياء والحوادث والتاريخ والانبياء اللي قبل عيسى عليه السلام، هذو كاع سموهم تاريخ قبل الميلاد، يرمزوا لهم بقاف ونقطة ميم. يقول لك مثلا الحادثة الفلانية وقعت في قبل الميلاد. قبل الميلاد، معناه قبل التاريخ، كان مازال كاع ما بداش التاريخ الميلادي يعني. معناه قبل الميلاد. ميلاد من؟ ميلاد عيسى عليه السلام. مثلا 10 سنوات قبل عيسى عليه السلام. لذلك قبل ما يبدا التاريخ الميلادي كان عندنا التاريخ اللي قبل الميلاد، الحوادث كامل اللي صارت قبل عيسى عليه السلام نسموها قبل الميلاد. فهمنا؟ جيد، صح. الان ندخل للغة العربية. في اللغة العربية عندنا، تبع معايا هنا، اجمع يديك وتبع. عندنا جملة فعلية، تبع واسمع وافهم. وعندنا جملة اسمي، احنا في المراجعة اللي درناها سابقا درنا علامات اللي نعرفوا بها اسماء السبب، ودرنا علامات اللي نعرفوا بها الافعال. إذا بدأت الجملة، جملة إذا تكون أول كلمة فيها تبدأ بفعل، معناها هذه الجملة فعلية. مثال، لاحظ هكذا، تبع معايا هنا، هكذا الولد التفاحة. لاحظ، أكل الولد التفاحة. هذه الجملة كاملة ما بدأت، بدأت بالفعل أكل اللي هو فعل ماضي. ما دام هذه الجملة بدأت بالفعل، معناها هذه كامل جملة فعلية. جملة فعلية. طيب، إذا بدأت الجملة باسم، لاحظ، نقول الخزانة جميلة، الخزانة مفتوحة، مفتوحة. لاحظ كلمة الخزانة اسم ولا فعل؟ بالأصبع، بالأصبع. الخزانة اسم ولا فعل؟ وهي
لا هو التهريب من الاسم. لا جيد. قلنا علامات الاسم الالف واللام والتنوين والكسرة في آخره. كل كلمة نصف فيها الالف واللام فهي اسم. كلمة الخزانة فيها الالف واللام، معناه كلمة الخزانة هذه اسم. ما دام الجملة هذه الجملة ما دام ابتدت باسم، معناه هذه الجملة كامل اسمية. الجمل في اللغة العربية نوعان، إما تكون جملة فعلية، إما اسمية. اسمية. إذا ابتدت باسم جملة اسمية. إذا ابتدت بفعل جملة فعلية. هذه سهلة. واضح. احنا لما رجعنا الحصة الماضية الاسم والفعل. الاسم والفعل. تكلمنا عن الاسم، قلنا كل كلمة تبع معنى الاسم. قلنا كل كلمة نصف فيها الألف واللام، ولا نصف فيها التنوين، ولا نصف فيها الكسرة في آخره. الكسرة في آخره. التنوين. قلنا التنوين ثلاث أنواع، إما كسرتين أو فتحتين أو ضمتين، ولا الألف واللام. قلنا كل كلمة نصف فيها علامة واحدة من هذه العلامة الثلاث، معناها هذه الكلمة اسم. طيب هذا الاسم في الاعراب كيفاش نعرفه؟ في الاعراب الاسم في الاعراب ممكن يكون فاعل او اتبع واسمع او يكون مفعول به او يكون مبتدا او يكون خبر او يكون صفه أو يكون حال أو يكون مضاف إليه. جيد. إذا مضاف إليه. جيد. هذا اللي نعرفه احنا في اللغة العربية. الفاعل اللي احنا نعرفه باللي الفاعل دائما مرفوع بالضمة. الفاعل هذا أصله اسم. المفعول به، احنا عندنا في الجملة الفعلية، عندنا الفعل، وبعد يجي الفاعل، وبعد يجي المفعول به. هذا المفعول به حقيقة هو اسم. طيب المبتدا، احنا قلنا الجملة الاسمية هي اللي تبدأ باسم، هذاك الاسم الأول في الجملة الاسمية نعرفوه مبتدا، وهذا المبتدا شو هو؟ هو حقيقته اسم. طيب بعد المبتدا شو يجي؟ يجي الخبر. الخبر كذلك حقيقته اسم. طيب أحيانا نتكلموا على صفة، نوصف شيء نوصفه. القلم أزرق. أزرق هذه أزرق هي صفة، أنا نوصفه بالقلم. الصفة أصلها اسم. كذلك الحال، دخل المعلم مبتسما هذا حال. كذلك الحال حقيقته اسم المضاف إليه. كذلك حقيقته اسم. إذا باش نتعلم ونتقن ونولي نعرف بالفاعل ونعرف نعرف المفعول به ونعرف نعرف المبتدا والخبر والصفة والحال والمضاف إليه، لازم نعرف الاسم. لازم نفرق بين الاسم والفعل. وحنا درنا العلامات، قلنا كل كلمة نصف فيها الألف واللام اسم، كل كلمة نصف فيها التنوين اسم، كل كلمة نصف فيها الكسرة في آخرها اسم. وهذا الاسم في الإعراب كيفاش نعرفه؟ ممكن يكون فاعل، ممكن يكون مفعول به، ممكن مبتدا، ممكن خبر، ممكن صفة، ممكن حال، ممكن أشياء أخرى. نقراوها جد بكرة، ممكن نقراوها منك. فهمنا؟ نعم. كلمات في اللغة العربية قلنا إما اسم، إما فعل، إما حرف. جميع الكلمات في اللغة العربية اللي رانا نتكلم بها الآن، ولا نصيبها مكتوبة في كتاب القراءة، ولا في لافتة، ولا في ورقة، ولا حتى في القرآن الكريم، جميع الكلمات إما اسم، إما فعل، إما حرف. طيب الاسم تكلمنا عليه وعرفنا العلامة اللي نعرف بها الاسم. الفعل كذلك تكلمنا عليه، قلنا العلامات تاع الاسم إذا ما لقيناهاش في كلمة معناه هذه الكلمة فعل. تكلمنا عليه. الآن الحروف. قلنا كاين حروف،
هنا عفوا احنا حروف الجر، عندنا حروف النصب، حروف الجزم، عندنا النواسخ مثلا ان واخواتها، كان واخواتها، ان وان واخواتها. طيب هذه الحروف، هذه الحروف كامل تشترك في شيء واحد، كامل تشترك في شيء واحد. شو هذا الشيء؟ جميع الحروف، سواء حروف الاستفهام، حروف النصب، حروف الجر، حروف الجزم، كاع الحروف تاع اللغة العربية تشتري في شيء واحد، أنها مبنية. مبنية لا محل لها من الإعراب. جميع الحروف، مثلا حروف الجر عندنا من، تبع مليح حرف الجر هو من اللي فيه كسرة في الميم، ماشي من، عندنا حرف واحد آخر اللي هو من، هذا اسم استفهام، يقول من جاء، هذا اسم استفهام مش حرف، بصح حرف الجر اللي نقراوها احنا هو من، خرجت من القسم، خرجت من المسجد، خرجت من البيت، حرف الجر اللي نقراوها هو من فيه الكسرة، أما اللي فيه الفتحة هذا من، هذا اسم استفهام. من جاء، من تكلم، من أصدر صوت، هذا من اسم، بصح حرف الجر هو من، صح؟ عندنا من حرف الجر، عندنا إلى مثلا، على، صح؟ حروف النصب، عندنا أن، مثلا، طيب، هذه حروف الجر كامل، حروف النصب كامل، حروف الجزم كامل، وكاع الحروف، كي نعرضها شكل، نقول حرف مبني، حرف مبني. طيب إذا حرف جر نقول حرف جر مبني، إذا حرف نصب نقول حرف نصب مبني، إذا حرف جزم نقول حرف جزم مبني، ونكمل صح. مبني على ماذا؟ مبني على الحركة تاع الحرف الأخير، الحرف الأخير، نشوف الحرف الأخير إذا فيه سكون كما هنا من سكون، نقول مبني على السكون. إذا حرف الأخير فيه فتحة نقول مبني على الفتحة، إذا حرف الأخير فيه كسرة نقول مبني على الكسرة، وهكذا. إذا نقول حرف مبني على لا محل له من الإعراب، فهمنا؟ جميع الحروف، حروف الجر وحروف النصب وحروف الجزم كامل مبنية لا محل لها من الإعراب، قاعدة ما تبدلش، فهمنا؟ سواء كنا في حروف النصب ولا حروف الجزم ولا حروف كاع الحروف، نقول حرف مبني لا محل له من الإعراب، صح؟ مبني على ماذا؟ قلنا نشوف حركة الحرف الأخير، إذا صرت فيه الحرف الأخير فيه سكون، نقول مبني على السكون لا محل له من الإعراب، إذا صرت الحرف الأخير فيه فتحة، قل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إذا صرت فيه كسر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، نعم. نعم، إيه كي كنا عرب، هذه في الإعراب، كي نجي نعرب حرف من الحروف، تحال دم، دس الجلد خليه في آخر الأيسر. نعم، كيفاش تجزم؟ حروف الجزم هذه تجزم الفعل المضارع، عندنا حروف النصب وحروف الجزم، حروف الجزم لم يأكل. نعم نرجعوها بعد نقراوها بالتفصيل. يأكل حروف الجسم تجزم يظهر السكون في الفعل. نقول فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. أما في النصب نقول لن يأكل. فعل مضارع منصوب بلم وعلامة نصبه الفتحة. في النصب نصيب الفتحة. وفي الجسم نصيب السكون، فهمنا؟ تبع مسح نصفه.